كابتن رمضان انا بشكر حضرتك. انا بس عاوز قبل ما اقول معاك اتفضل. انا قفشه انا بطلب بقى ان جه الوقت ان قفشه ده ما يقعدش بره. تمام. ما يقعدش بره قفشه ده. يعني الشوط الثاني لما انت عدلت بقفشه وخالد عبد الفتاح قفشه ده ظبط الفرقه وخالد ظبط يعني الفرقه ظبط الناحيه الدفاعيه وقفشه ظبط لك ده خالد ده مظلوم في الاهلي يعني قول قفشه طول عمرنا شايفينه لعيب كبير وبنستغرب ان هو بره على الدكه ده بره ليه يعني قفشه انا في رايي لا يمكن لا يمكن بعد كده تحطه بره ليه بس في ماتشات هو بدا بقفشه وامام يا كابتن رمضان برضه كان في مشكله في الملعب في نص الملعب في بعض الماتشات ما هم عشان في وقتها كانت حاله امام كانت بعدت شويه لكن حاله امام وهو بالحاله البدنيه والفنيه بتفرق وقفشه بحالته اللي موجود فيها دلوقتي لا قفشه بيمتع الكوره وبيلعب لك الكره السهله جدا جدا نص الملعب الجول. بتمسك نص الملعب بيعمل لك استحواذ وبيعمل لك سيطره وبيعمل لك بيانات لوسام بيانات لحسين بيانات لطاهر بيعمل لك استحواذ في وسط الملعب لا يا جماعه القفشه ده ما يقعدش بصراحه وهو يا كابتن بصراحه خالد عبد الفتاح برضه لعيب جوكر بامانه طبعا خالد انت بتلعب باك رايت بتلعب سيرف باك السنه اللي فاتت يا كابتن لما كويس. في نهايه الموسم لما حطوه باك رايت بيريحوا هاني وبتاع كسر طبعا والله طبعا. كسر الدنيا كان مبهر ادى بشكل كويس قوي كان مبهر انا فوجئت بيه طبعا لو تفتكر في ماتشات لعبها السنه اللي فاتت كان مبهر طبعا وبعدين يغيب وعمل اضافه قويه جدا يغيب يا كابتن ويرجع جاهز يعني يغيب ويرجع بالزبط. يعني بصراحه يعني الولد بالظبط تمام يا كابتن ميزه برضك عنده ميزه في تكوينه الجسماني برضك ما شاء الله يعني هو خالد قوي خالد تحس انه مدملك كده بالظبط مظبوط يا كابتن رمضان انا بشكر حضرتك وبستمتع بيك بشكرك شكرا جزيلا نجمنا الكبير ومدربنا كابتن رمضان السيد كان معانا على التليفون